وقفت الصغيرة تبيع أعواد الكبريت. أبيع الكبريت الجيد، لدي كبريت جيد، ثمنها رخيص جدا. أبيع الكبريت، ألا تسألونني كم ثمنه؟ إنه رخيص وجيد، لدي كبريت، اشتروا مني أرجوكم، اشتروا مني أرجوكم. سيدي، ألا تريد كبريتا؟ لم تتوقف الصغيرة بل تابعت تنادي على أعواد الكبريت. أعواد كبريت جيدة، إنها رخيصة الثمن، أنا بائعة الكبريت الصغيرة، فاشتروا مني أرجوكم، اشتروا مني. هيا يا سادة. لا أحد يريد شراء الكبريت، الكبريت الرخيص، هيا اشتروا. تريدون الكبريت؟ شديد في الخارج والدفء هنا مضاعف، دفء الموقد ودفء الأسرة. أدام الله هذه السعادة، فهي كنز لمن يعرف كيف يصونها. وتذكرت أحلام أيام السعادة والدفء الماضية. جدتي، بعد فأحضنك يا جدتي. وما أروعك يا صغيرتي. جدتي، هل ستحكين لي حكاية؟ تطلب كما كانت أمها تطلب من قبل. قديم الزمان كانت هناك فتاة صغيرة. ماذا صغيرة؟ هل كانت هذه الفتاة كبيرة وعمرها أكبر من عمري أم كانت أصغر؟ كانت صغيرة ولطيفة وجميلة ورائعة في مثل عمرك يا أحلام. وكانت هذه الفتاة تحب جدتها التي تجلسها على حصنها الدافئ لتروي لها حكاية جميلة قبل النوم، صحيح؟ كان جمالها غير عادي، صفاء السماء في عينيها اللتين تلمعان كالنجوم، شعرها كخيوط الشمس، وصوتها أجمل من تغريد البلابل. كانت الجدة اللطيفة تروي دائما قصصها الجميلة التي تنتهي غالبا هكذا. هل السعادة لا توجد إلا في الحكايات؟ تعال يا أحلام، انظري إلى السماء، سترين نجوما براقة وأخرى شاحبة. هكذا الناس، بعضهم براق ويعيش في سعادة، والآخر حياته ألم. لكن النجم يبقى نجما عاليا ولا يتأثر، سواء أكان براقا أم كان شاحبا، أليس صحيحا ما أقول يا جدتي؟ بلى يا صغيرتي، ستصبحين حكيمة عندما تكبرين وتصيرين في عمر جدتك. عندما توفيت أمك واضطر والدك إلى السفر، لم يعد لي هم سوى تربيتك وتعليمك. كانت وصيتها لي قبل وفاتها: اهتمي بأحلام، أطعميها واسقيها، علميها، وافعلي وافعلي. خفت في بداية الأمر، ولكن حبي لك كان أقوى من كل شيء في هذه الدنيا، فحب الإنسان لولده كبير، ولولاه لما عاش الإنسان على وجه الأرض، فالبغض والكراهية تحرق الإنسان. أجل، لا أدري لماذا يظلم الناس بعضهم بعضا، لقد خلقهم الله ليعيشوا معا ويساعد كل منهم الآخر. في السماء نجوم، ولو كان واحدا لما استطاع أن يضيء السماء. مهما كانت قوة ضوئه لا يقاس بضوء النجوم مجتمعة، وكذلك الإنسان لا يستطيع التخلي عن أخيه الإنسان. نعم، لقد فهمت. لكن هذه الأيام السعيدة الدافئة لم تدم طويلا.
أحلام وحيدة. بسرعة. كان هذا
والدتها، وقد كان قديما جدا وكبيرا جدا، ولكنه مع ذلك أفضل من لا شيء. خرجت أحلام إلى الشارع البارد لتبيع الكبريت من جديد. الفتاة البائسة تشعر بالبرد الشديد، ولم تستطع أن تحرك أطرافها التي جمدها الصقيع. أما أعواد الثقاب فهي على حالها. لقد حل الظلام ولم أستطع بيع شيء من الكبريت، وإذا عدت إلى المنزل وأنا في هذه الحال فإن العقاب الشديد ينتظرني من دون شك.
العيش وطب المكسرات، فما رأيك أن نرقص؟ موافقة أيتها الإوازة الجميلة. هيا.
تحاول أن تدفئ نفسها بأعواد الثقة، ويبدو أنها عانت بردا شديدا قبل أن تموت. كان الناس يتحدثون عن الفتاة المسكينة، لكنهم لم يعلموا أنها رأت أجمل الأحلام السعيدة مع جدتها التي تحبها.